هلا طبعا منظمة طلائع البعث هي بتعنا بالأنشطة الموجهة للأطفال، تمام؟ من ضمن هيدي الأنشطة عنا فعالية اللي عم نحكي هلا عنها هي تنسيب الأطفال صف الأول لمنظمة طلائع البعث. هيدي الفعالية هي عبارة عن طقوس من الفرح، من السعادة، من الأجواء اللي خلينا نقول اللي بتطفي المتعة والسعادة لا ضمن المدرسة، ضمن الوحدة اللي نحن عم نعمل فيها التنسيب. الهدف من هيدي الفعالية هي تعريف الأطفال صف الأول، تمام، اللي هلأ هن دخلوا جديد على المدرسة الابتدائية، على مرحلة التعليم الابتدائية، تعريفهم بمنظمة طلائع البعث. طبعاً بدهم يعرفوا هيدي المنظمة حترافقهم 6 سنوات من صف الأول لصف السادس، فنحن من خلال هيدي الطقوس اللي هي فيها رقصات، فيها احتفالات، فيها مظهر احتفالي، بروتوكولات معينة يتم فيها تقليد الفولار الطليعي مثل ما تفضلتي هلا حضرتك من قبل رفقاتهم اللي هلا مثلا صاروا صف سادس، هن حيودعوا منظمة الطلائع اللي استمرت معهم لمدة 6 سنوات، فهي طقوس احتفالية لحتى نعرف الطفل بالمنظمة، لأني مثل ما بنعرف الطفل ما بيفهم سياسة، في الصف الأول ما بيعرف سياسة، ولكن نحن بدنا نعرفه شو يعني منظمة، شو يعني هيدي اللي هي المكان اللي بيرعاه، اللي بيهتم بمواهبه، اللي هي بده يرافقه، اللي بده يقول أنا هيدا الفولار أو هيدا الشعار اللي أنا حامله هاد لأني أنا منضميت للطلائع، هيدا المنظمة اللي أنا بدي أبقى معاها هيدا 6 سنين، بدي شارك مسابقات الرواد، بدي أروح رحلات معاهم، بدي أقدم مسرحيات، أقدم معرض فني، بدي شارك بالرسومات، يعني المواهب المختلفة للأطفال من ضمن يعني ضمن الأنشطة اللي بتقدمها المنظمة. كتير حلو، خلينا نتعرف عليك يا زين، أنو صف وكم طفل ساعدتي من رفقاتك صف الأول؟ هلا طلاب صف الأول هلا لسه هن دخلوا على المدرسة الجديد، فما رح يعرفوا إنه شو هو المنديل الطليعي أو شيء، فنحنا جينا لبسناهم المنديل الطليعي يلي مرسوم عليه الأب والأم والأسرة كاملة. حلو. فلبسناهم وصاروا ينبسطوا وفرحانين كتير لأنه قلدناهم المنديل الطليعي، فهن يعني بيقولوا نحنا تقلدنا المنديل الطليعي يعني انضمينا لمنظمة طلائع البعث، فنحنا نسبناهم لمنظمة طلائع البعث. برافو. نعم، يعني اليوم حكينا عن التنسيب وأهمية هي الخطوة، ما بعد التنسيب وكيفية التعامل مع الأطفال، ذكرتي من ضمنهم مفهوم الرواد، يمكن اللي نحن حتى سنة نتذكر كان على أيامنا الرواد وقديه كان في مواهب فعلا كتير كبيرة. اليوم كيف، شو هي الخطوات الفعلية اللي بيتم التعامل معها بعد عملية التنسيب؟ طبعا هلأ منظمة الطلائع هي ترعى كل الأطفال بكل المدارس ضمن المرحلة العمرية اللي قلت لك عليها من صف الأول أو من 6 سنوات لعمر 12 سنة من خلال المنشطين والكوادر الطليعية اللي موجودين ضمن الوحدات، يعني ضمن المدارس الطليعية وبالمناطق بالمحافظات، بيتم دائما خلينا نقول مثل الجولة للتعرف على أهم يعني على المواهب، على الطفل اللي عنده موهبة معينة بمجال معين، بيتم صقل هيدي الموهبة، بنجذبه لهيدا الطفل هو وأسرته للمدارس التطبيقية ضمن المدارس التطبيقية التابعة لمنظمة الطلائع من أجل التجذيب خلينا نقول هيدي الموهبة اللي عنده إياها، تدريبه عليها لحتى يصير أكثر احترافية خلينا نقول من خلال عندنا مدربين منشطين مختصين بكل مجال من المجالات اللي ممكن الطفل عنا يكون هو موهوب فيها. كتير حلو. أكيد. يمكن فرح نحن رح نشوف هلأ بعد شوي كمان رح يمرق معنا يمكن صور وشيلة من هاي الفعالية، بتكون بكل المحافظات السورية. أي. لكل طلاب طبعا من صف الأول لصف السادس بيشاركوا فيها. هذا الشيء خلينا نحكي شوي على المجهود والتوزع، يعني اليوم نحن بنعرف كل رفيق مسؤول عن مدرسة، عن محافظة. صح. عن مدينة، وهذا جهد كتير كبير وتنظيم أنه ينعمل بكل المحافظات. صح. هلأ هي برجع بقلك مع الفعالية الأولى، ونحن ضمن خطة منظمة طلائع البعث، ضمن خطة عمل قيادة منظمة طلائع البعث، نحن في عنا كتير أنشطة وعندنا فروع بالمحافظات طبعا مثل ما بتعرفوا، عندنا فروع للطلائع موجودة بكل محافظة مع الكوادر اللي هي بتتابع هذا العمل، فمنبقى نحن كقيادة منروح بنعمل جولات لحتى نشارك هيدا الفرح مع أطفالنا، فرح الانتساب، لأني مثل ما قلت لك هلأ ومثل ما بشوفوا المشاهدين بعد شوي هي حالة من الفرح، بتعمل المدرسة اللي نحن جايين نشارك أطفالنا فيها أنه انتسبوا للمنظمة، غنوا الأناشيد، غنوا النشيد العربي السوري، حملوا العلم الجمهورية العربية السورية، حملوا راية الطلائع،
يعني انت اليوم في طقوس كثير هي بتعني للطفل لحتى نشتغل على موضوع التربيه الوطنيه. اليوم لما طفلنا صف الاول بيستلم الرايه راية الطلائع من طفل صف السادس فهو استمرارية إلى رمزية إنه نحن في استمرارية جيل ورا جيل، بالإضافة لعلم الجمهورية كمان اللي بيركض فيه الطفل هو حامله. فنحن هيدي الطقوس ما بنقدر إلا ونشارك فيها فرحها لأطفالنا. طبعا تعرفي صارت معنا قصة بدير الزور وقت اللي كان في حفل التنسيب، فأحد الأطفال صف الأول كتير مبسوط ونحن عم نقلده الفولار، قلت له أنت ليش مبسوط؟ قال في حفلة. يعني هي مجرد وجود صحيح انه في حفلة احتفال تمام، فانت زرعتي فيه. يعني اول مرحله هو بيدخل فيها لمنظمة طلائع شاف الفرح والسعاده والضحك، فتركنا انطباع حلو عند هيدا الطفل حيستمر معه على مدار 6 سنوات. اليوم عم نحكي عن ظروف بسوريا بعد حرب دامت كثير سنوات طويله، بالجهه المقابله في الحرب بغزه. نعم. تحديدا اذا بدنا نقول ما شو كل شيء يمكن تفاصيل سيئه ومرعبه ومؤلمه عم يتعرض الى الاطفال. اليوم اطفالنا يمكن من السنوات من 6 سنين خلينا نقول للصف السادس عم بيكونوا إن رضينا أو مرضينا عم يتعرفوا على تفاصيل عم بتصير بحرب غزة. اليوم بمنظمة طلائع البعث كيف فينا نحن نعزز الانتماء القومي والعربي لهدول الأطفال لو بمفاهيم بسيطة نفهمهم يمكن بأساليب بسيطة وبصور بسيطة كل شيء عم بيصير بالجهة الأخرى؟ عزيزتي منظمة طلائع البعث هي منظمة تربوية وطنية هادفة تمام. الهدف الأساسي لمنظمة طلائع البعث هي تربية الأطفال تربية وطنية. اليوم نحن في عنا عمل متكامل بين وزارة التربية ومنظمة الطلائع. وزارة التربية اللي بتعنا بالشأن التعليمي بالشأن المعرفي عند الأطفال، ومنظمة الطلائع اللي بتعنا بالشأن الوطني التنمية الوطنية والتربية الوطنية لأطفالنا. نعرفهم شو هي القيم الوطنية اللي لازم يربوا عليها ونزرعها جواتهم، نزرع حب الوطن جواتهم والانتماء. وإذا أجينا على القضية الفلسطينية فهي القضية الأولى. نعم. تمام، هي قضيتنا جميعا. فطفلنا اليوم حامل هيدي القضية. نحن من فترة لما صارت الحرب البشعة على غزة أطفالنا طلبوا أنه هنن يعملوا وقفة تضامن، بدهم يعبروا، عم بيشوفوا على الموبايلات على التلفزيونات بدهم يشاركوا أطفال غزة بتضامنهم. نظمنا لهم وقفة تضامنية بكل المدارس السورية بساعة واحدة تمام، عبروا فيها، وقفوا، حملوا الصور، حملوا اللافتات، حملوا الأعلام، هتفوا من جوات قلبهم لفلسطين ولغزة، وحتى رحنا على مبنى الأمم المتحدة وقدموا رسالة تمديد للأمم المتحدة باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. فأنت اليوم ما فيكي ما أول شغلة إنك أنت تستجيبي لرغبات الطفل بأنه هو يعبر عن حاله تمام، وأنه يشارك خلينا نقول بجراح، يعني ببلسمة جراح وطنه، ويشارك بتضامنه مع أخوته تمام، مثل لما بنخليه يشارك بالفرح وبالسعادة. فنحن اليوم هدفنا الأساسي هو زرع القيم الوطنية والأخلاقية والوجدانية عند أطفالنا. هذا شيء كتير كبير سلمى. نحن لما أكيد. فعلا منبلش مع الطفل من بداية تشكل الوعي وتشكل هي الشخصية طبعا. لحتى يتعرف من خلال أصدقائه ومن خلال وسط المحيط يمكن على أي تفصيل عم يصير بالدول المجاورة على الاعتداء الإرهابي اللي صار على أهلينا صح. بغزة وكل شيء تعرض له الأطفال، وقديش نحن بالوقت نفسه فينا نقول أطفالنا يمكن رغم كل شيء صار هن بخير إذا بدنا نقارن فعلاً بالشي اللي عم بيصير بأهالي غزة. اليوم بتعزيز القيم الوطنية اللي نحن عم نحكي عنها بالجهة المقابلة قديش اليوم في أهالي كمان حطوا إيدهم بإيد منظمة طلائع البعث، كان في إيمان حقيقي بجهودها وبالنتائج المثمرة اللي ممكن نحن نحصل عليها. هلأ عمل منظمة طلائع البعث هو عمل تشاركي يعني وتكاملي خلينا نقول، اللي هو بيشمل ثالوث اللي هو الأسرة التربية والطلائع. يعني نحن ما فينا نشتغل بدون الكادر التربوي اللي هي المعلمات والمعلمين بالصفوف تمام، بالإضافة لتعاون الأسرة والمجتمع المحلي، بالإضافة للكوادر التربوية. فنحن عملنا دائما عم بيكون متكامل، بالإضافة خلينا نقول للجهات المشاركة من وزارات من مؤسسات معنية بالشأن الطفلي اللي ممكن إنه هي تدعم عملنا كمنظمة طلائع البعث. طبعا اليوم نحن علاقتنا القوية مع الأسر
هي من العوامل الأساسية خليني أقول لك إذا ما أنا الأهم اللي ساعدت باستمرار نجاح عمل منظمة طلائع البعث، لأنه الأهل والأسرة عندهم ثقة بالمنظمة، عندهم ثقة بكوادر المنظمة، عندهم ثقة بأهداف المنظمة. اليوم أنت كتير قليل لحتى عفواً بهيدا الظروف اللي عم نحكي فيها أنك أنت تشوفي جهة معينة عندها أهداف نبيلة، عندها أهداف وطنية، ما بدها شيء منك، أنت بس بدها هي تقدم طفلك بطريقة معينة للمجتمع صحيح. وللعالم، وهذا الشيء بيسهم بتنمية شخصيته للطفل. نحن بنحطه بتجارب بتخلي شخصيته تقوى، بتخلي شخصيته تطلع متكاملة سليمة لما بيعبر عن حاله من خلال المناشط المختلفة. فأنت اليوم عم تعملي له تفريغ انفعالي، تفريغ طاقي، تعبير عن النفس، فهذا كله بيساهم بتربية الطفل. أكيد، ويمكن نحن عم نحكي بوقت الظرف الاقتصادي كمان صعب. صح. يعني نحن عم نحكي منظمة طلائع البعث بتغطي جميع المدارس الحكومية الوطنية. صح. اللي موجودة ضمن الجمهورية العربية السورية. الحكومية والخاصة كمان. صحيح، وكمان عم بيكون في فعاليات عم تكفلوا على حسابكم. صح. بانتقال الأطفال، مثل ما شفنا رواد طلائع كان بالنبك بطرطوس بحمص باللاذقية. صح، كنتي حضرتك معنا. فأنتوا عم بتاخذوا الأطفال، عم تاخذون رحل ترفيهية، عم يتعرفوا على المدينة، يمكن بالأوقات والظروف الطبيعية مو كل الأهل هلأ حتى قدرانين يعملوا هاي الأنشطة. خلينا نشوف، كنا عم نحكي قبل شوي عن غزة وعن رسالة الأطفال. نعم. معنا مادة فيديو لأطفال طلائع البعث من مدارس مختلفة وجهوا رسالة لأطفال فلسطين، خلينا نشوفها ونرجع لنكمل حديثنا. جاهزة المادة معنا نشوفها؟ يبدو المادة وندعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني المشروع سوري وفلسطيني شابتنا الأيادي سوري وفلسطيني شابتنا الأيادي بالشام والقدس الأقصى مهد الكرامة يعني سلمى مشاهد يمكن خلينا نقول مقتطفات إذا بدنا نقول، لكن بتلخص ألم ووجع كتير كبير أطفال غزة اللي هني أطفالنا، أهل غزة اللي هني جزء وهني الهوية العربية والهوية الفلسطينية. اليوم ما فينا نكون نحن بمعزل، حتى أطفالنا اليوم ما فينا نجنبهم يمكن هي التفاصيل وكل شيء عم بيصير. قديش حلو اليوم لما بيكون عنا أطفال بهي الأعمار وعندهم هذا الوعي بهي التفاصيل. صحيح. قديش يمكن اشتغلتوا على هذا الموضوع اليوم لحتى نحن يمكن عمر 6 سنين بدنا نشرح له قضية كتير كبيرة. صح. وجع كتير كبير، فقد وألم وجرح كتير كبير، فكيف كان التعاطي مع هذا الموضوع إذا بدنا نقول من الأعمار الصغيرة للأعمار الأكثر وعياً؟ تمام. هلأ مثل ما حكينا من شوي، الطفل أنت ما بتقدري تلقني تلقين تمام القضية اللي أنت بدك إياها، أو خلينا نقول الشيء اللي بدنا إياه ينحفر جواته ما بنقدر نلقنه إياه. إذا ما حس حاله هو فاعل فيه تمام، ما حينزرع جواته، ما حينغرس جواته. فنحن اليوم حملنا القضية من خلال خلينا نقول مسرحية حكينا فيها، خلينا يؤدي دور فيها المقاومة الفلسطينية وأطفال غزة والشهداء. فأنت اليوم زرعتي جواته شو يعني مقاومة. اليوم نحن لما بنخلي يطلع يغني لفلسطين ويعمل الرقصات الفلكلورية الفلسطينية تمام، أنت زرعتي جواته حب القضية. اللي عم بيأدي واللي عم بيشاهد من الأطفال الموجودين بالمدرسة مثلاً أو الحضور تمام، نزرع جواتهم هيدي القضية. فنحن من خلال الأنشطة بنزرع جوات أطفالنا حب الوطن والتمسك خلينا نقول والاعتزاز بالقضية الفلسطينية. نعم أكيد. قبل ما نختم بس بدنا ونشكر ضيوفنا، آخر كلمة شو بتحب تقولي لكل رفقاتك؟ بحب إنه كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد رأس السنة، وإن شاء الله أهل فلسطين يكونوا حرين، ومنقول لهم
كل عام وانتم بخير. وانت بخير. وانت بألف خير يا زين، شكرا كثير لك لانك كنتي معنا اليوم ونورتي صباحنا، وكانت البدايه كثير حلوه مع طفله لطيفه وشخصيتها حلوه مثلك. استاذه نعمه شكرا لك، بنتمنى لكم كل التوفيق، وتحيه كثير كبيره لكل العاملين وراء منظمه طلائع البعث والفاعلين والداعمين لك الاطفال. شكرا لكم لوجودكم معنا، ويسعد صباحكم صبايا، شكرا كثير لكم.